اوهمونا بما ان احنا عملنا ثوره. نهار اللي بن علي حط سقف في الطائره وطلع، فما 78 ميت، منهم 46 في القصرين، 6 في تالف، شايف في سيد بوزيد، شايف في سباقس، تعدادهم في حي الظلام. من بعد صاروا قرابه 300 شهيد. كيفاش يهموا الثوره؟ فما 300 شهيد في تونس. نفركسوا في القناصه. وفما قناص مستعرف وانه عنده قرابه 200 ميت مينيموم على ظهره. وهو باعث القناة لما توقف جرى له محضر بحث، استعرف فيه وأنه أراد إدخال الفتنة في تونس. كل يوم بيلونس مع باب السلاح، ها قناص في البلاصة الفلانية، وصل الجيش والشرطة يمشيوا كل واحد للبلاصة اللي ينعتوهم. الجيش يستخيل البوليسية هي القناصة والعكس بالعكس، وجرى حتى طلق ناري. ولكن تونس خرجت من حمام دم برصانة أعوان الأمن متاعها الداخلي وبرصانة الجيش. هذا لازم يخرج، ويزم يخرج معاه زادة التمثيلية اللي قام بها بعث القناة من بعد 14 جانفي، لأنه حتى اللي مات بن علي 80 واحد مات وقت يخرج حتى 14 جانفي، 200 واش اللي وصلنا لهم، فما ناس حرقت نفسها في الحبس، فما غلطات كبيرة جرات وتمويع إعلامي للشرطة والجيش، بومبيلونس معبية بالسلاح يراوها جاية يضربوا ما يلقاو فيها شيء، ما يلقاو كان الزومبولونسي ماتت، هذا كله معروف في تونس. هذا اللي يزمه يخرج ويزمه يظهر للشعب مع هذا كل يخرجوا فيه التمويل، نقولها ونعود نقولها، ولتصفية حسابات باش يعطيونا اكباش فداء يدخلوهم للحبس زعما هنا قمنا بالتنظيف. لا، الفساد كله، ومش فساد باش تغلب فساد باش يظهروا ابطال. والشعب التونسي مش باش يحصل، وان شاء الله الشيء اللي قاعدين يقودونا فيه، انا نقول بن علي عدى 23 سنه هو يلم في الزباله، واحنا بعد 23 سنه يحبوا يوجهونا للزباله نتاع بن علي، حاشاكم الزبله نتاعو باش نختاروا فيها منين نبنيو مستقبل تونس، باش يبعدونا على اهداف الثوره المسروقه، على خاطر الثوره ما جرتش. ابدا منهم هكا حنا بعد هكا، ما تنساوش قالوا طول الناس كل تحكي على الشهداء والرئيس نتاعنا، الرئيس المنتخب ب 7000 صوت اللي في كارتاج يقبل نهار كل في الشهداء. الشهداء من نهار اللي بن علي حط سقف في الطياره 62، فيهم 40 عاملين ولا 60 في الحبوسات حرقوا نفسهم، عاملين بركاجات، يعني درا يدخلوا في الشهداء ولا دمرش. وكلي الو تحنا بعد الو توا دخلونا لدارنا بالسكاكن في الحي الاولمبي، وهي حكايه فارغه معموله في الاستوديو، هذاك لازم يتحاكم. قلت لي حاط صوت الشعب اليوم، حاط صوت الناس. حكم المضبطين وسكارى بالحريه، والمضبط والسكران يقاد الى ما يراد وما يقرر اليه، وهو فرح بروح وقت اللي يدير له سكرة يقول بروحه هو وين. هذا باش يجرالنا، هذا باش يصير لتونس. عاد تقولوا لي تكلم، واش نتكلم؟ ناس خبراء سياسيين الكل، سكارى بالحرية الكل، وعلاش باش نتكلم؟ هذا تعرفوني كلامي يجرح وصعيب، ولكن هذاك هي الحقيقة. إذا كان الحقيقة تجرحكم أنا نقولها على غلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.